لما بنقول ان في شاب انتحاري لابس حزام ناسف وداخل يقتل ناس وهما بيصلوا، منين؟ من الفيوم. فاحنا بنطرح تساؤل، ايه حكاية ان الناس دي طالعة من الفيوم؟ وليه الناس بتتكلم على ان اعداد الشباب بالذات من محافظة الفيوم ممكن يكونوا عرضة لتسميم افكار، لتطرف فكري، او الانتماءات لتيارات متطرفة، مع التسليم الشديد، عشان بس نبقى فاهمين قبل ما نبدأ اي حاجة، بان الفيوم دي محافظة مصرية ومليانة ناس زي الفل، فيها قضاء وفيها اطباء وفيها مهندسين وفيها ضباط وفيها، يعني هنا انا ضد التعميم تماما، بس في ظاهرة عايز اناقشها. ايه حكاية الشباب المتطرف، او ايه حكاية التيارات اللي بترتع في الفيوم؟ عشان كده النهارده بستضيف مجموعه من ضيوفي في 90 دقيقه اللي ممكن اخد رايهم في هذا الموضوع. برحب بالباحث في الحركات الاسلاميه الاستاذ ماهر فرغلي. اهلا بك استاذ ماهر. شكرا لوجودك معانا في البرنامج. برحب بالاستاذ محمد ربيع، وهو عضو حركه تمرد الفيوم، وهو من اهالي الفيوم. اهلا بك استاذ محمد، مساء الخير. وبرحب بالاستاذ فؤاد عبد العال، وهو عمده قريه بالفيوم اسمها زيد ابشواي. اهلا بيك استاذ فؤاد. اهلا بيك يا باشا. شكرا. انا عايز ابدا معاك، انت راجل كده طيب وراجل واضح عليك انك انت يعني خبره كويس. انتوا عندكم تطرف في الفيوم؟ في كل بلد على مستوى الجمهوريه. لا انا بتكلم على الفيوم تحديدا. لا الفيوم بالصوره اللي الناس فاهمها كده، يعني مش بالعدد ده ولا بال ده، وهو واحد محمود شفيق ده، يعني اتهمت الفيوم كلها ان هي صاحبه الارهاب في مصر. لا هو مش صاحبه الارهاب في مصر، وانا ارفض ان حد يعمم خالص، انما هل انتوا عندكم في شباب او في، باعتبار ان الفيوم يمكن كانت من اكتر المحافظات المصريه اللي صوتت للرئيس المعزول محمد مرسي، انتمائها في ناس منتميه لتيارات اسلاميه اخوان او غيره، يمكن عندكم الزوايا والجوامع والمنابر بتقول افكار معينه. هل حضرتك باعتبارك انك انت راجل عجوز، معلش في الكلمه يعني، لا ده حقيقي، ومن لا بس زي الفل يعني، ومن اهالي الفيوم، انت شايف ان الشباب هناك يعني لقمه سائغه للفكر المتطرف؟ بسم الله الرحمن الرحيم. هو في قاعده شرعيه، العقل عقلان مطبوع ومسموع، فكيف يفيض ضوء الشمس ونور العين ممنوع. الارهاب ده نشأ في ايام او التطرف او التعصب او الجماعات اللي عمر عبد الرحمن. عمر عبد الرحمن مش من الفيوم اساسا، عمر عبد الرحمن من بحري، وجه بدأ شاف شغله محدش كان واخد باله منه، ولا احنا ولا غيرنا. يعني محدش كان مركز عليه، واحد بيتكلم في الاسلام والدين طيب. من هذا القبيل. انا مش عايزك تبقى في موقف دفاعي، انا لا اتهمك باي شيء ولا اتهم اهل الفيوم باي شيء، انا بحاول افهم. يا معالي الباشا انا بقول الحقيقه والله. طيب محمد شاب من عضو حركه التمرد بالفيوم، امبارح انت قلت لي فعلا كنا بنتكلم في التليفون، كنت انت تعرف معلومات عن شفيق لما كان من 2014 كان في مشكله. برضو حاول تجاوبني على نفس السؤال. بالنسبة لموضوع يعني موضوع الإرهاب عامة في الفيوم، هو بدأ برضو بفكرة عمر عبد الرحمن. عمر عبد الرحمن لو يعني بدأ في الموضوع الإرهاب ده في الفيوم يعني بصفة عامة، عمر عبد الرحمن معروف أصلا يعني على مستوى العالم كله إن هو راجل يعني إرهابي من الدرجة الأولى، تمام؟ وبدأ يزرع في وسط الأهل والناس اللي موجودين عامة، بدأ يزرع فيهم الفكر بتاع الإرهاب. بيبدأ ياخد الطفل مثلا، يجيب أوائل طلاب الأزهر من بداية ابتدائي، يبدأ ياخده معاه المسجد. الكلام ده أنا يعني سمعته من ناس يعني وقت كانوا عايشين الوقت بتاع عمر عبد الرحمن. من جدودك مثلا أو من والدك؟ من ناس أكبر مني. لا أنا والدي متوفى، بس أنا يعني أنا سمعت من ناس كبيرة جدا.
وناس عاشوا الوقت ده. طب والاجيال الجديده اللي طلعت ليه مشيت في نفس هذا الفكر؟ عمر عبد الرحمن دلوقتي مش موجود في مصر، بس ليه اتباع ليه. لسه فكره موجود. لسه في ناس بتبدا في الكره وفي النجوع اللي موجوده في مراكز الفيوم. بتبدا شغل مثلا في اي زاويه، مثلا في اي قريه. يبدا مثلا الشيخ يبدا يتكلم مع الناس ويبدا يقنعه يحكي معهم بطولات. فدول بقى يعني تقدر تقول عليهم يعني ايه تلامذته ومريديه ومن يتبنى فكره. طيب انا تعمدت اجيلك في الاخر استاذ ماهر علشان ايه؟ نمره واحد، عايزك تقول لي هل الفرضيه اللي احنا بنناقشها النهارده انه لماذا الفيوم، هل دي فرضيه سليمه ام خاطئه؟ والحاجه الثانيه، هل فعلا عمر عبد الرحمن هو اللي اسس لهذا الفكر شخص واحد؟ طيب بسم الله الرحمن الرحيم. هنتفق في الاول احنا ونفسي عمم المصطلح ان ما فيش حاجه اسمها تيارات اسلاميه، تيارات اسلامويه، لان الاسلام بريء من ده. اسلامويه اللي هي بحرف الواو بتربط ما بين هذه التيارات ما بين الوصول للسلطه والدين. فهذه التيارات احنا ككل الباحثين في العالم اتفقوا على المصطلح ده تحديدا. التيارات الاسلامويه دي احنا لما بنقعد ناخد الخط البياني ليها والبؤر بتاعتها، حاطين مجموعه من البؤر في مصر مفرقين ما بين جماعات التكفير، ما بين السلفيه الجهاديه، ما بين التيارات السلفيه بشكل عام، ما بين الجماعات الهرميه الكبرى العلنيه زي جماعه الاخوان المسلمين، والجماعات السريه اللي هي زي تنظيم الجهاد. في تفرقه دي بتنبع من ايه بقى؟ بتنبع من ان مسائل مثلا زي تكفير الاعوان، اعوان الحاكم بيختلفوا كلهم على بعض، هو اعوان الحاكم كفار اللي هم حوالين الحكومه بتاعته كفار ولا مسلمين؟ في طيار منهم يقول لك لا كفار، واحد تاني يقول لك لا يعذروا بالجهل، واحد يقول لك الحاكم بس، واحد يقول لك لا ده زي ايمن الظاهر يقول لك لا ده الشرطه والجيش كفره، بس ما اقدرش اكفر الواحد لوحده منهم الا لما اقيم عليه الحجه. مسائل كتيره جدا، فكريه متنوعه كتيره بين هذه التيارات. فانا تحديدا جماعات التكفير بقى اللي هي بتكفر المجتمع بالكامل. وبتنزل حاجه اسمها احكام الديار. يعني ايه الديار؟ اللي هي الدوله. الدار يقول لك دي دار كفر ودار اسلام ودار مختلطه، اختلط فيها حكم الاسلام بحكم الكفر. فدور الكفر بيعتبر ان كل اي دوله لا تطبق الشريعه هي دار كفر، والعالم كله ما فيهوش حاجه مطبقه الشريعه ومنها مصر، اذا مصر دار كفر. وينسحب حكم الدار الدوله على قاطنيها وساكنيها اللي هم المجتمع، ولذلك هو بيعتبر ان الناس دي كفره، فبيكفر كله، بيموت وبيفجر نفسه وهو بيبتسم وهو مطمئن لان دول كفره. المسلم بقى يبقى عند ربنا يحاسبه. تمام. فدي اسمها جماعات التكفير، ودي ليها طبعا عاوزه حلقه كامله نفسر افكار يعني افكارها كلها. طيب جماعات التكفير، انا مش بتكلم على السلفيه الجهاديه ولا جماعه عمر عبد الرحمن للجماعه الاسلاميه، لان عمر عبد الرحمن هو امير العام للجماعه الاسلاميه بمصر وبالعالم ومسجون في امريكا دلوقتي. طيب لا احنا جماعه مش دلوقتي، ده بقى له عشرات السنين. عشرات السنين طبعا كان في دايما مطالبات ان هم محكوم مدى الحياه كده، انما هو مسجون مدى الحياه. مدى الحياه. طيب احنا مش بنتكلم لا الجماعه الاسلاميه ولا الاخوان ولا التيار السلف العام، جماعات التكفير الصرف. عمر عبد الرحمن هو اس نشر الفكر. لا ما انا بقول لك اهو جماعه التكفير، لا ما قبله جماعه التكفير احنا ليها بؤر الفيوم، دمياط، اليوبيه، شبرا. دي اربع بؤر معروفه لجماعات التكفير. شبرا قبل شبرا دي كلها مسيحيين، ما بقى فيها طيارات، وكان عندنا محمد المعصود، وبعد كده انتشر فكر التكفير والسلفيه القاهريه، وبعد كده تاسست مجموعات طلعت منها طلاب الشريعه، قصص كبيره. تمام. فاحنا عاملين دي الاربع بؤر. طيب الفيوم البؤره الاساسيه ليه بقى؟ لان بدات تيارات سلفيه عامه نشات فيها الشيخ الدبيسي ده قبل عمر عبد الرحمن، جه بعد كده عمر عبد الرحمن عمل الجماعة الإسلامية، والجماعة الإسلامية ما بتكفرش الشرطة ولا الجيش، هي بتكفر الحاكم بس، تقاتل الشرطة وتموتهم لكن تقول لك دول مسلمين. حضرتك تقصد بؤر أساسية اللي هم بؤر أساسية. بؤر أساسية لإيه؟ لجماعة التكفير بقى اللي هي زي التكفير والهجرة، توقف والتبين، جماعة الشوقيين. جه شوق الشيخ تتلمز وانتمى لعمر عبد الرحمن جيد جدا، وكان دخل في السجن، فدخل اصبح عضو في هذا التيار على يد طارق الزمر. طلع شوق الشيخ بعد كده انحرف بفكره اكتر من عمر عبد الرحمن، واسس حاجه اسمها الشوقيين، جماعه الشوقيين. جماعه الشوقيين دي بتكفر كل المجتمع بقى. فهو عمل اول طيب. بؤره ضخمه جدا اللي هي بؤره الشوقيين. ايه رايك؟ ايه رايك؟ معلش انا اسف بقاطعك،
بس انا عايز استفيد منك في حاجه، ايه رايك لو نعكس الحوار؟ لان الناس دلوقتي عندها واحد زي محمود شفيق ده ابو 22 سنه اللي لبس حزام ناسف ودخل قتل المسيحيين وهم بيصلوا. ايه رايك لو تكلمني عنه؟ تفتكر انت هل عندك سيناريو ازاي تم السيطره على عقله واقناعه بازهاق ارواح الناس وهي بتصلي؟ هو بدايه محمود ده هو كان عضو في تنظيم داعش، تحول الى اصبح عضو في تنظيم داعش، رايح الى جماعه بيت المقدس، تم تكليفه ورجع تاني لينفذ العمليه، هم برمجوا عقله. الشخص من دول بيتم برمجه عقله عن طريق التعرف عليه، البحث في بيئته المحيطه كلها. البحث ده بيتطلب هو انتمى الجماعه قبل كده ولا لا، احسن هو تابع للامن ولا لا، بعد كده ايه اللي ندخل له منين، بعد كده جندوه، يتم تجنيد هذا العضو. في حاجه اسمها مرحله، اسمها مرحله غسيل الدماغ. مرحله غسيل الدماغ انه بيشيل له كل القيم الموجوده في دماغه وبيحط له قيم جديده، يعني بيقول له مثلا الاسره لا طاعه المخلوق في معصيه الخالق، بيجي له مثلا في الحكومه لا دي كفره، طيب يقول ده دول ده علمانيين، دول الازهر ده اشعريين ودول علماء سلطه، فبيهدم له كل شيء، بيحط له قيم اخرى بقى، قيم مرصوصه وقوالب جامده، قال ابن تيميه كذا 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 في كتاب كذا، الولد طبعا شاب صغير مش مطلع، بيبدا الراجل بقى ايه ينتمي لهذا الفكر ويدخل له على مرحله اللي بعديها لمرحله اسمها الناقل والمضافات. يعني ايه ناقل ومضافات؟ يعني الولد ده انت متخصص كمبيوتر ولا هتتخصص اعلام ولا تتخصص في التنفيذ ولا تتخصص في التفجير، فهو بيعرفه من خلال شخصيته، فبيقول له انت انتحاري، انت انتحاري، لان هو بيجد فيه مثلا حماسه ازيد من اللازم، يبدا يغسل دماغه، يحط له يكلفه بمهمه معينه، يبدا مرحله التدريب وبعد كده يحوله الى. عايز تقول حاجه يا حاج فؤاد؟ انا ما اتكلمتش على الفيوم للعلم لسه يعني، ما احنا عندنا وقت لازم ننقل الحوار. معلش يا استاذ ماهر اعذرني. هو السيطره على العقول دي في حاجة الناس مش عارفاها، يعني عامة الناس مش فاهمة الوضع الحقيقي ايه، لان احنا ادينا فيه وعايشينه. هما ضحكين على الناس دي بحاجتين اتنين، الحاجة الاولانية المادة، والناس كلها عارفة الحكاية دي ما واحنا لامسينها وعارفينها ومحدش يقدر يقول لنا فيها لا، يعني اللي يقول لا اهو. الحاجة التانية انهم عطوا للناس دي بالتجنيد، بيمسك اتنين يقول له انت عايز تبقى ايه؟ انا عايز ابقى محافظ، انا عايز ابقى مدير امن، انا عايز ابقى وزير خارجيه، انا عايز ابقى عضو مجلس الشعب، انا عايز ابقى كذا، يقول له ما تقولش قدام فلان وانت هتاخد المكان ده، ويصر على كده ويحافظ على هذا السر بينه وبين نفسه، والسر متبحتر مع كل واحد، فكل واحد متعشم انه ياخد المنصب بتاعه فبيقاتل عليه، يعني ما مش لحاجة، حاجة في الخيال، ضاحكين على عقليات الناس بالطريقة دي. يعني بيقولوا له لو طوعتنا هنخليك وزير خارجية؟ اللي عايزه، ولد بيبيع أدوات كهربائية. كان عايز محافظ الفيوم. وبيخلاص بقى اللي يتكلم معاه ايه رأيك يا محمد ربيع في الموضوع ده؟ هو موضوع غسيل بيع الأحلام يعني. هو مش بقى احلام يعني، هو بمعنى الكلمه هو المقصد من الموضوع نفسه ان محمود بيبدا يتعمل له كيفيه ازاي ان انا هيئ الشخص ده يبقى شخص انتحاري، بيبدا معاه الموضوع من البدايه. طب هو محمود لما بدا وانت كنت نشرت خبر عنه من سنتين وكان برضه موضوع الحادثه بتاع ضرب النار، احكي لنا عن الموضوع ده. هو الموضوع عامه يعني اللي حصل ان هو كان يوم الجمعه، مظاهرات يوم الجمعه دايما بتحصل في الفيوم، بتبدا المظاهره تتجمع في يعني حسب المسجد اللي هم بيكونوا متفقين عليه، وبيبداوا يدخلوا من شارع البوسطه الموازي لمديريه امن الفيوم. يعني بحجه محاوله اقتحام المديريه. فطبعا بيبدا تعامل بين الامن وبين المظاهره لحد ما المظاهره بتبدا تتفض وبيبدا الامور بتهدى. اللي حصل يوم الجمعه نفس السيناريو ده بالظبط. يعني نفس السيناريو اللي بيحصل كل يوم جمعه. المختلف بقى ان بعد ما المظاهره ما اتفضت، المفروض ان في ميدان السواقي جنب مديريه الامن، وبدا محمود هو الشخص اللي معاه التاني بسلاح سلاح آلي، بدا ضرب نار واطلاق عيره نار على، يعني كنا احنا كانت مجموعه التمرد كانت موجوده، بعض من المجموعه يعني كانوا موجودين وقتها. تمام. طبعا الامن كان في كوردون امن بدا يتعامل معاهم، طلقات نار بين الاثنين يعني لفتره زمنيه قليله جدا. بعد كده تم القبض على محمود،
وقتها طبعا ما عرفتش يعني ما كنتش شفت شكله لانه كان وقتها كان ملثم. بعد كده لما اتقبض عليه ودخل مديرية الامن بدأت ان انا اتعرف عليه وشفته. بالتالي لما شفت الصورة امبارح صورة الخبر كتبت البوست عندي ان ده صاحب الواقع اللي حصلت ضرب النار وكتبت الحادث اللي حصل. وفي السنتين دول بقى حصلت له زي ما تقول رحلة كبيرة مع هي التجنيد للقيام بمثل هذه العمليات تبع بقى المنظمات اللي هي برضو كل شوية بنلاقي ان في منظمة بتخرج من عباءة منظمة ومنظمة اخرى تخرج حركات من كتير حركات كتير ويبتدوا يجندوا الشباب دول ويدفعوا بيهم للقيام بمثل هذه الاعمال الارهابية. تمام. طيب هرجع استاذ ماهر فرغلي لان في ملاحظة جت في التحقيقات اللي حضرتك اكيد تبعتها في اليومين اللي فاتوا منذ تفجير الكنيسة لغاية النهاردة. محمود شفيق سافر سينا 2015 ورجع راح تلقى تدريبات ورجع. مهاب سافر قطر اتصل بالقيادات ورجع او خد ما اعرفش تمويل ولا وايه. المحاميه سافرت ايران ورجع خدت برضو كورسات او تدريب ما اعرفش على ايه بالظبط ورجعت. ايه حكايه الناس اللي بتروح تاخد تدريب وترجع دول ازاي؟ هو اللي يهمني في القصه دي كلها قطر معروف موضوعها وايران وكده، لكن اللي بيهمني هو موضوع سينا. يعني الولد نفسه سينا في اماكن محدده كانت معروفه في فتره من الفترات ما بعد الثوره، ثوره 25 يناير. الامن كان منهك بشكل كبير في الثلاث سنين، استطاعوا التوغل هناك واستطاعوا ان يوجدوا منافذ يدربوا فيها مثل هذه العناصر. بياخدوا العناصر دي يدربوها، بيتم تدريبه على كل انواع الاسلحه، ولو كان هو عضو انتحاري او انغماسي بيبدا تكليفه باشياء معينه واشياء تربويه صارمه جدا ليه، ويبداوا يدوا له مناهج معينه يا استاذ معتز اللي هي غسيل الادمغه. يعني مثلا زي كتاب ريح الجنه لايمن الظاهري، ده كتاب للانغماسين والانتحاريين بيقول له يعني ايه ادله وجوب الانغماس في كفور في صفوف المرتدين. تمام. بيجي يقول له مثلا انت هتدخل في المسيحيين، هم عاملين كتاب معين اسمه قطع المناط في حرق كنائس الاقباط، ده كتاب خلي بالك موجود ليهم لداعش، فبياخده يدرس له هذا الكتاب. وبيبدا بعد كده يدخله يتحول الى عضو كامن في المحافظات، يرجع يكون عضو كامن ويسكنه في محافظه اخرى غير محافظته عشان ما حدش زي الاستاذ يكون شافه ويعرفه، ويبدا يتنقل لغايه ما يجي له تكليف بتنفيذ يعني العمليه. يعني بدل ما يقعد في محافظته ويبقى الجيران واهل الحته عارفينه طبعا يوديه مكان تاني، يوديه مكان اذا كان الفيوم يوديه اسكندريه، اسكندريه يوديه القاهره وهكذا. هو عامل بقى مجموعه اسمها خليه التدريب وخليه التنفيذ. هو بقى في خليه التنفيذ مقسمها لمجموعه خلايا، منها خليه اسمها الخليه المركزيه. الخليه المركزيه دي اللي محافظه القاهره. تمام. هرجع لك تاني. معايا على الهاتف مباشره انبا بولا مسؤول الملف السياسي في الكنيسه. بعزيك طبعا يا نيافه الانبا وبقول لك شكرا على المشاركه معايا في البرنامج. تعيش يا استاذ معتز. مساء الخير. مساء الخير لمصر كلها. لمصر كلها اكيد. ثانيا اي واحد يعتز انه يتكلم عن الاستاذ معتز. انا مش عارف اقول لك ايه يعني، كفايه صحيح. كفايه بس كرم حضرتك انك تقول الكلام الجميل ده. مثال للاعتدال. شكرا. والموضوعيه. شكرا. فانا يسعدني هذا الحقيقه. الف شكر يا فندم. حضرتك كنت مسؤول امبارح عن ترتيب امور العزاء، واكيد باعتبارك مسؤول ملف السياسي، يعني ايه اخر المستجدات في هذا الموضوع؟ شوف الحقيقه انا يعني عايز انتقل من ظلمتي الى النور، من الشر الى البر والخير. اي انتوا بتسلطوا الضوء من شويه على الاشرار، انا بتابع دلوقتي في التليفون يعني اخر الحديث. أي. على الاشرار والشر واسبابه ومصادره عشان يعني ازاي نطلعه من جذوره. مظبوط. انا عايز انقل لنقطه مضيئه في وسط هذه الظلمه حقيقه. اي انا البدايه انا كنت في القاهره واشكر ربنا انا كنت في القاهره. اي فسمعت على الخبر بسرعه قلت اجري اروح للموقع، وكان الحقيقه في ذهني امر مهم جدا. اي. ان انا اقدم اي مساعده باي شكل من الاشكال قدر الاستطاع. انما لقيت ان مهمتي في ان انا اساعد المصابين او الشهداء ان هم نقلهم لقيتها تمت. فكان هنالك مهمه اخرى حرصت ان استمر في الكنيسه فيها لفتره. هنالك بعض الاشلاء، هنالك اثار الانفجار. لابد انه وستاتي جهات مسؤوله للبحث
سواء تابعه لوزاره العدل، النيابه، البوليس، ايا كانت الجهه. طبعا. في نفس الوقت الجو ساخن جدا في وسط اولادنا بسبب الحدث، ويتوافد دموع من الناس. فكيف يتم تجهيز الموقع بصوره تمكن هذه الجهات من جمع البقايا التي من خلالها يمكن الوصول الى الحقل؟ تمام. واشكر ربنا انا كان لي دور في دي ان انا بهدوء ازاي اطلع اولادنا من الكنيسه. وازاي ان انا اوفر مساحه متاحه للمجموعات اللي بتتوافد عشان البحث. يدوروا على الاشلاء، يدوروا على زوايا الانفجار من خلال تاثر العمدان وزوايا تاثرها، يبقى بقدر يعني ايا كانت الامور يعني الفنيه في هذا وذاك. تشير المهمه للوصول الى اجهزه بتغذيها الكاميرات عشان يفرغوا محتواها. دي كانت المرحله الاولى اللي استشعرت فيها ان كان لازم قياده كنسيه تبقى متواجده لانها هتكون مؤثره ومطاعه من الجموع المتاثره. دي اول نقطه. الحقيقه توافد جهات متعدده وفي ظروف صعبه اشتغلوا، لانه بيتعاملوا كمان بحساسيه جدا مع الجموع مراعاه لمشاعرهم، واحتملوا من الناس بعض الكلمات وقاموا بدورهم كما ينبغي ان يكون. كان في ناس غضبانه طبعا اكيد يعني. لا دول ظهروا بعد كده بقى اللي هم موجهين. انا افصل ما بين الغضبان متاثرا بالحدث وما بين الموجه اللي بيتصرف ويهين الاخرين. واسمح لي انا استخدم منبرك العزيز ان انا اعلن اعتذارنا الشديد لما يعني تسبب فيه البعض من اساءه لاختنا الفاضله جدا جدا. المهتمة بالقضايا القبطية على مدى سنوات طويلة الأستاذة لميس الحديدي. هي لميس الحديدي مهتمة بالقضايا المصرية قبطية كانت أو غير قبطية. إنما الحقيقة يعني كان لها دور في كثير من القضايا القبطية وكنت عاملها بموضوعية شديدة. طبعا. وست فاضلة إلى أبعد حد، وطنية إلى أبعد حد. طبعا. فدول جموع خارج الكنيسة موجهة يعني لا يمكن ان نقول انهم ينتموا الى كنيسه او الى اقباط، لان في جهات احيانا بتغذي بعض الافراد ويختلط بها افراد. خلينا نترك السلبيات ونركز على الايجابيات. ايوه. انطلقت من الكنيسه بعد مساعده الجهات المسؤوله في القيام بدورها الى استقبال بعض المعزيين اللي هم وقت مبكر. ثم في الخامسه والنصف هنا يبدا كلام عن مصر الحاضر التي هي اساس لمصر المستقبل. اي. انتقلت الى هيئه العمليات في القوات المسلحه بدعوه كريمه، وكان هنالك اجتماع على اعلى مستوى. بين اعلى قيادات القوات المسلحه، بين ممثل رئاسة الجمهورية ورئيس الجمهورية، بين وزارة الداخلية في قمم قيادتها، وزارة الصحة في قيادتها، وهكذا ورئاسة الوزراء وممثل رئيس الوزراء. فقط كل الاجتماع الكبير ده لإخراج جنازة هؤلاء الشهداء بأفضل صورة ممكن. طبعا. وتقديم كل التسهيلات لأسر الشهداء. تخيل كل هذه القيادات موجودة لسبب بس. طب نيافة الأنبا، اوعى تزعل مني، يعني احنا يعني سعداء قوي بوجودك معايا على الهواء، بس حرصا على وقت البرنامج وعندي ضيوف الكرام، ثلاث ضيوف في الاستوديو كده. هل ممكن حضرتك تختصر لي الرساله اللي تحب توجهها من خلال هذا البرنامج النهارده في هذا الحدث اللي يعني احنا عايشينه؟ يعني باختصار شديد. اتفضل. سلسلة طويلة لم نتحرك وحدنا، سلسلة طويلة لم نخطط وحدنا، سلسلة طويلة انتهت بتكريم غير مسبوق للشهداء. أي. في أقدس مكان في القاهرة، حيث شهداء مصر والنصب التذكاري الخاص بيهم، حيث كل الدولة ممثلة في هذا اللقاء. صحيح. تحمل الصناديق بعلم مصر على أكتاف جنود مصر الأطهار، حيث رئيس الدولة يقدم العزاء بنفسه مع قيادات مصر لأقارب الشهداء، حيث الكلمة
التي تعبر عن مصر الحاضر. أنا هعمل مقارنة صغيرة. أي. من 6 سنين حدث صعب كنيسة الإبتين في اسكندرية. آه. ومن 24 ساعة حدث كنيسة البطرسية. هل تعلم من هو الجاني في أحداث كنيسة الإبتين حتى اللحظة؟ لا. إنما عشان بعد 24 ساعة يعلن الرئيس بنفسه عن مين الجاني ومين المشاركين. هذه هي مصر الحاضر، هذه هي القيادة القوية القادرة المحركة لكل أجهزة الدولة، هذه هي مصر التي نعتز بها الآن. كان بمثابة تضميد للجراحات ليس فقط في سيناريو إخراج الجنازة الشعبية، ولكن أيضا بما أسلك قلوب كل المصريين لما أعلن في 24 ساعة احنا عرفنا مين الجاني. مش هقول أكتر من كده وأسيبك. أنا بشكر حضرتك جدا على كلامك اللي فيه نظرة إيجابية للمستقبل رغم الحدث الجلل والألم الشديد اللي أنا عارف كويس قوي 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 إن أنت عايشه. شكرا ليك على هذه المداخلة. الآن بابولا مسؤول الملف السياسي في الكنيسة، هاخد تعقيب سريع جدا من ضيوفي على كلام الآن بابولا في الأول. تفضل. أعطى كل ذي حق حقه. أشار لنقطة مهمة جدا، هي المدسوسين اللي بيصطادوا في الماء العكر دايما في الأحداث دي. واللي أساءوا فعلا الكنيسة، لكن هو بالفعل أعطى لكل ذي حق حقه. تمام. أستاذ محمد ربيع. اتفق مع الأستاذ في نفس الرأي برضه، لأن اللي حصل مع الأستاذة لميس الحديدي موقف لا يقبله سواء مسلم أو مسيحي. بطبع المصري عامة احنا ما بنقبلش ان احنا نشتم اي واحدة ست او نقدر نمد ايدنا على اي واحدة ست. وايه اللي بيحرك هذه المشاعر بتاعت الكراهية ناحية، مش عايز اقولك ناحية الاعلامي، ناحية اي بني ادم؟ ايه اللي بيحرك يعني؟ هل ده اسباب ممكن رسالة موجهة ضعف العقول، ان هو ممكن شخص ضعيف في العقل ما عندوش وعي؟ حاجات كتير. هو الشيء الايجابي عشان بس الواحد يكون قال اللي له واللي عليه، الشهامه والجدعانه بتاعت الناس اللي انقذوها، لان لميس طبعا مع حفظ الالقاب كانت يعني في موقف يعني ربما كانت هتتعرض لخطر كبير جدا لو ما كانش في حد موجود في الموقف واحتضنها وحوط عليها وهربها من المكان. كادوا ان يفتكوا بلميس الحديدي علشان ايه انا ما اعرفش. تفضل يا حاج. وفي ناس، فئة من الناس لا يرجى خيرها ولا يؤمن شرها. يعني عايز تقول ايه؟ عايز اقول ان في مجموعة من الناس بتحب يعني تصطاد المشاكل وتسبب المشاكل للناس عشان تظهر قدام الناس انها يعني ذات رأي او يعني مش قصدي في اعلام او حاجه. لا لا يعني هو هي ناس بتاعت مشاكل يعني اهل شر. اهل شر بتاع مشاكل. ما يحبش ان المناسبه تمر على خير، ما يحبوش حد وما فيش حد بيحبه اساسا، رغم ان في حادث جلل وفي سقوط شهداء وضحايا وابرياء. ملوش دعوه. هو ملوش دعوه، هو عايز يعمل قلق ومشاكل. معايا على الهاتف مباشره الاستاذ عبد العظيم الباسل، مدير تحرير الاهرام، وهو برلماني سابق عن الفيوم. استاذ عبد العظيم مساء الخير وشكرا على المشاركه، وبسال حضرتك لماذا تشير اصابع الاتهام الى ان الفيوم بتبقى عرضه لافكار المتطرفه؟ اولا مساء الخير استاذ معتز. مساء النور على ضيوفك الكرام وكل الاعزاء وخالص العزاء لاسر الضحايا من اشقائنا المصريين، ولا اقول المسيحيين او الاقباط. طبعا الهم واحد والوطن واحد والمصير واحد، ولكن علينا ان نؤكد ان هذا الحادث حادث اليم وبشع، يستهدف نساء واطفال لا ذنب لهم ولا خطيئه، ولكن هذا هو دور الارهاب الذي لا يفرق بين رجل او امراه، او لا يفرق بين طفل واخر. وكان من اساس الحادث يعني هي مجرد هز الاستقرار وتعظيم الجبهه او تفتيت الجبهه الداخليه واشاعه الاحباط في نفوس المصريين. وهذا رد عليه السيد الرئيس بشكل قاطع اننا لم ننكسر، والدليل برضه التحيه في نقدمها للامن الذي تمكن من ضبط الجناح خلال 24 ساعه،
حتى تنتفي تهمة التقصير الأمني وعدم المتابعة. ولكن تداعيات الحادث زي ما قلت حضرتك، لماذا الفيوم ولماذا لا نستفيد من أخطائنا وما هو المطلوب لتلافي مثل هذه الحوادث؟ يا ريت تقول لي باعتبارك نائب سابق عن الفيوم، إيه الحكاية؟ الفيوم حضرتك باختصار وبساطة شديدة جدا من المحافظات، طبعا هي بوابة الصعيد الوجه الإبلي، وهي تعدادها يفوق 2,600,000، وظروفها الاقتصادية طبعا صعبة جدا، بتحتل المرتبة 23 في سلم التنمية الاجتماعية، بيعوزها المشاركة الاجتماعية عشان نتكلم بيها جهاز، وبتعوزها المسؤولية الاجتماعية لرجال الأعمال، لأن أثرياء الفيوم يقطعون خارجها، بمعنى أن ليس يوجد هناك مشاركة اجتماعية بالشكل الواجب باستثناء بعض جمعيات المجتمع المدني التي تنتشر في القرى الفقيرة أو الأكثر فقرا، وتحاول أن تقدم مساعداتها بين وقت وآخر لقرى الفيوم المحرومة. لو قلنا 425 قرية بين عزبة وتابع، أو بين قرية كبيرة وتوابع صغيرة، تحتاج الكثير من جهود التنمية، تحتاج الكثير من فتح باب رزق، تحتاج الكثير من أساليب تطوير وتحديث الحياة. يدينا مؤشر واضح على أنه الحالة الاقتصادية أحد الأسباب المؤثرة في مثل هذه الحوادث، أو محاولة تجنيد أو ارتكاب بعض أشخاص لمثل هذه الأفعال الآثمة. أحد العوامل، خليك صريح معايا يا استاذ عبد العظيم، ولا هي العامل الاساسي ان الناس دول لو عندهم شغل، لو مفيش بطاله، لو في رجال اعمال بيعملوا مشروعات واستثمارات، ما كناش شفنا شباب رايح يبيع نفسه عشان افكار مسمومه ويروح يقتل ناس وهي بتصلي؟ ما بختلفش مع حضرتك، يعني انا بقول ده اهم سبب، او يكاد يكون درجه يحتل نسبه كبيره، لكن اللي انا عايز اضيف اليه مره اخرى هو ان الفيوم ليه؟ لانه برضه فيها نسبه اميه عاليه، من السهل ان انا اعمل غسيل مخ من سواء الشباب الصغير، من السهل ان انا اطوع اتجاهاتهم للهدف اللي انا بقصده. نمره ثلاثه هو انه غياب ايضا الدور اللي هو الاعلامي والتنموي والثقافي، الوعي المفروض النهارده قصور ثقافه متناميه في جميع اطراف الفيوم لا تعمل. يكفي ادي لك مثال انه قصر ثقافه الفيوم قعد 15 او فوق ال 20 سنه عشان يبنى. يعني قصر ثقافة في محافظة عشان يبنى قعد 25 أو 20 سنة. ده بيأكد لنا يعني عملية، يعني احنا يا استاذ عبد العظيم أهملنا الفيوم، صح؟ بالتأكيد احنا أهملنا، مش احنا بقى يعني كحكومة، احنا كالحكومة ورجال الأعمال والإعلام والثقافة والتنوير وكل المؤسسات دي أهملت الفيوم. استاذ معتز، المسؤوليه مشتركه هنا، يعني النهارده الفيوم اللي طبعا 80 كيلو متر عن محافظه القاهره او محافظه الجيزه، ممكن تكون ضاحيه من ضواحي القاهره الكبرى، ممكن تكون هدف او ما هدف تنموي لسياحه المؤتمرات، ممكن فيها بركه وفيها بركه قارون وفيها سياحه بيئيه. اذا الفيوم ما هياش في محل القفص للاتهام، الفيوم ضحيه من ضحايا البطء في التنميه، صح؟ قطعا، في غياب الدوله، في غياب التنميه، ما عايز منهم ايه؟ ما لازم يروحوا ينحرفوا. بالظبط. لا تمام، بس الى هذا ان كان لازم نتجه ليها بالانظار مباشره، لان كانت معقل لعمر عبد الرحمن مسك الجهاز. ده الكلام اللي اتقال في الاستوديو من شويه فعلا. طيب انا بشكرك على المداخله دي استاذ عبد العظيم. استاذ عبد العظيم الباسل، الكاتب الصحفي، مدير تحرير الاهرام ونائب سابق عن الفيوم. ما بفضليش وقت كتير، معلش استاذ ماهر فرغالي. نظره للمستقبل بالمناسبه، كلام استاذ عبد العظيم طبعا مهم جدا، مهم قوي، وحاله الترييف اللي زحفت على مدينه الفيوم، حاله الاميه، النسبه الاكبر على مستوى الجمهوريه من الاميه في محافظه الفيوم، حتى جماعه التكفير الشوقين هناك ما فهمش واحد متامرهم بس واخد ثالث حقوق، وباقي الجماعه كلها اميه، اغلبهم صيادين، يمكن هم يعرفوا كلهم صيادين، فهم يعني نسبه الاميه، يقول لك زحف الجماعات، لقمه سائغه، لقمه سائغه في ايد الفكر المتطرف. طبعا النظره للمستقبل، احنا مرينا باربع مراحل بسرعه سريعه عشان الوقت. حروب الانصار اللي هي للجماعات دي الاسلامويه، حروب الانصار يعني بيروح ينصر زي افغانستان وما بعد افغانستان، بعد كده الحرب اللي بعدها اللي هي حروب الهويه دلوقتي، اللي هي كانت شغاله في داعش، دي الشيعه سنه في العراق،
علويين في سوريا غيره بيعتمد. الحروب اللي جاية الحرب اللي جاية هي حروب النكاية والإنهاك في الأنظمة. مرحلة ما بعد العائدون من العراق من سوريا من ليبيا تدخل بها على المنطقة كلها إنهاك في الأنظمة ونكاية في كل الأنظمة الموجودة. فدي موجة عنف مستقبلية لابد أن الدولة تكون مستعدة لها. مفيش شك مفيش شك. ومش كفاية أن احنا نترحم على الشهداء ونقول احنا انا مش بخوف الناس ضحية. لا 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 هو انت راجل واقعي. انا اقولش هنقعد نقول ايه احنا ضحية مؤامرة كبيرة بتتعمل على مصر. تمام بتتعمل على مصر مؤامرة, بس احنا فين الـ الـ السياسات اللي ممكن انها تقف في وش اي مؤامرة زي حكاية اهمال مناطق معينة يعني بتزرع فيهم التطرف. بكل صدق وصراحة الامن فقط والجيش من يعمل في سيناء, الامن والداخلية من تعمل على الارض, لا منظومة ثقافية لا منظومة. وده عايز اعرفه من محمد ربيع باعتباره الشاب من اهل الفيوم. هو بالنسبة للنظرة المستقبلية اللي حضرتك بتتكلم عليها ممكن نقدر يعني نعملها في حاجتين, نظري وعملي. النظري اللي هو سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي قال عليه اللي هو تجديد الخطاب الديني. انا دلوقتي الشباب اللي بيقدر اللي زي محمود دول اللي عمل الحادث ده, محمود دلوقتي جاهل, محمود ما عندوش وعي ان انا ازاي ان انا رايح ان انا بموت نفسي. عنده فكر ان انا لما اعمل كده هطلع سبع سما هدخل الجنه. هو ده اللي بيحصل. الحاجه الثانيه اللي هو العملي, انا عندي منطقه في الفيوم اسمها منطقه كوموشيم, منطقه مصانع. المنطقه شبه ان هي اغلب المصانع بتاعتها مش شغاله. لو انا شغلت المصانع دي بالتالي مش هلاقي الشباب دول يحتاجوا او يبصوا للفلوس اللي هتجيلهم من وراء الاعمال الارهابيه. يا ماشي يا حاج فؤاد الشاب اللي ما عندوش حلم يعني انت مش قادر تحقق له حتى يعني انه يشتغل علشان يبتدي يكون نفسه, يبتدي يلاقي واحده يتجوزها او يخطبها او يبقى عنده بيت ويستقر يبقى عايش زي كل الناس, مش مفروض ان هو يتساب كده؟ ولا انت عندك راي تاني؟ لا هو مفيش راي تاني, هو مصلحته بس. هو الـ 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 البيت البيت اساس في تربيه الاولاد عشان ما يضحش في ايادي ناس بتضحك عليه. وهو البيت هيعمل له ايه لو ما حد مش لاقين ياكله؟ يا معالي الباشا احنا في اولاد عندنا في بلادنا بيروحوا يشتغلوا في المصانع والمزارع عملوا يعني براد دلوقتي ما شاء الله, وفي ناس تنابلة قاعده في البيت ما بترضاش تتحرك, ثابت على انه كان بياخد دعم من مكان ولا حته من مكان, واحنا سلمنا نفسنا لابواء الفئه دي. فلا ما يعني ما مش كله يروح ساكت للناس وما بيحبوا يطلعوا الناس اللي تبعهم. انتوا عندكم الزوايا دي بيتقال فيها كلام بيسخن الناس الشباب دول؟ يا معالي الباشا انا قريتي عمدية كان فيها ناس دلوقتي السيطرة والفهم, وقعدت مع الناس دي وأباتها وأمهاتها والشباب مفيش واحد بيغلط دلوقتي حتى لو فكره شارد عني لكن ما بيجيبش ضرر ما بيحرقش ما بيموتش. ده نتيجة انك انت عمدة القرية وتعرف كل بيت فيها. عارف كل بيت فيها وعارف ظروفه ايه وبقعد معاه واسهر معاه شاء الله للصبح حتى, لكن لازم التغيير. لكن الاولاد ابواق الجماعات ابواق رنانه قوي بس مش كل العالم تبعهم. موضوع كبير ومحتاجين نناقشه والله يا سعاده الباشا والله اقسم بالله. انا اسمي معتز يا حاج. انا عارف ده مش انا اللي هعرفك لوحدي. لا ما اقصدش عشان ما يعني سعادتك مش الناس كلها عارفه الابواق دي, كل واحد عايز يثبت وجوده يعني عايز يثبت رايه انه بيعرف يتكلم. ما ينفعش الكلام ده. الفيوم محافظه مصريه من ضمن 28 محافظه تحتاج بس مش هي الاولى في الارهاب ولا الثانيه ولا العاشر. مش مهم زيها زي اي محافظه ثانيه زي اي مجتمع ثاني في مصر محتاج ان احنا نقف جنبه علشان بعد كده الشباب ما يقعش فريسة وضحية للفكر المتطرف ده من الآخر. هو الفلوس ازاي بقى نقعد نعمل حلقات وندوات ومؤتمرات ازاي نقدر ننمي هذه المناطق الفقيرة التي يسودها
أمية رهيبة هناك، أمية وفقر، وإذا الجهل مع الفقر معادلة خلي بالك سخيفة جدا جدا، لأن هنا يرتع الإرهاب. شكرا لضيوفي أستاذ ماهر فرغلي الباحث في الحركات الإسلامية، شكرا أستاذ ماهر، شكرا للأستاذ محمد ربيع عضو حركة تمرد بالفيوم، شكرا شكرا للحاج فؤاد عبد العال عمدة قرية زيد أبشواي بالفيوم، ألف شكر، نورتنا يا حاج، شاكرين جدا، شكرا لمتابعتكم 90 دقيقة مع معتز الدمرداش، أرجع لكم إن شاء الله يوم السبت، إلى اللقاء. شكرا.